الرحيم. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على الصديقة الطاهرة ودرة فاخرة، بضعة سيد المرسلين، وحليلة الوصي أمير المؤمنين، أم الأطهار المعصومين عليها وعليهم صلوات الله أجمعين. أبارك لكم هذا المولد الشريف وهذه الذكرى التاريخية، ذكرى ميلاد الصديقة الطاهرة عليها السلام. ندعو الله تعالى أن يبارك لكم هذه المناسبة السعيدة، وأن تشملنا جميعا شفاعة سيد النساء العالمين. يبدأ حفلنا بآيات عابرات من الذكر الحكيم، تتلوها علينا استعداء العبادي، فاستقبلوها بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها. مولد الزهراء للإيمان عيد، وكل محب بذكراها سعيد. نترككم الآن مع الكلمة للأستاذ عماد المختار، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ضيوفنا الكرام ورحمة الله وبركاته. باسم إدارة وخادم مدرسة الإمام علي عليه السلام بالعلية في بيحار، نرحب بسماحة الشيخ محمد مهدي الناصري وسماحة الشيخ نافع الماجدي لحضورهم وتشريفهم لنا في هذا العهد البهيج. نحتفل هذا اليوم بمناسبة بلوغ سن التكليف الشرعي، وإن شاء الله نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، ونحتفل في كل عام بهذه الولادة الميمونة، ونسير على هذا النهج، نهج أئمة أهل البيت عليهم السلام. وأهلاً وسهلاً بضيوفنا الكرام وأولياء الأمور الأفاضل، أهلتم أهلاً ولجدتم سهلاً، وحياكم الله وحياكم في مدرستنا وفي هذه المناسبة الكريمة. مع كلمة توجيهية لفضيلة الشيخ محمد مهدي الناصري، نستقبله بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، وأسعد الله أيامكم ولياتي، أسعد الله أيامكم وعيدكم مبارك، ونسأل الله أن يحفظكم من كل سوء، وإن شاء الله مع العلم الحياء والعفة والالتزام. ما في شك أن الإنسان شخصيته مقسمة إلى قسمين، قسم هو جسم، وبالتالي شلون ينمي؟ ينمي بالطعام، ينمي بالشراب، ينمي بالنوم، هذا قسم من حياته. والقسم الآخر هو معنوي، وبالتالي ليش ينمي؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقه، والله يعلم ماذا يصلح لنا وماذا يفيدنا. حتى تجيئوا منكم. أنا وزميلاتي الطالبات نرحب بحضوركم الكريم في هذا اليوم المبارك، وهو يوم تكليفنا. وفي هذا اليوم نرفع اسم آيات التحية والسلام إليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء، وإلى آل بيتك الأطهار عليهم السلام، وعلنا رغبة بشفاعتكم فنفوز برضا الخالق عز وجل. فمنكم سيدتي نسأل الله عافيتك أمام الله ورسوله. وجه نور يهدي العزمة، ومن رقيب الإبرة
مسحورة خرجت مسورة حيفطاها زادها التحجيب تشريفا وجاها خرجت للعلم لا لله تمشي